48 ساعة كانت كافية لتسجيل وفاة 40 شخصا وإصابة 492 آخرين. طرقات لا تزال تحصد عشرات القتلى والجرحى يوميا، خاصة وانطلاق موسم الاصطياف. أرقام مخيفة وحصيلة مقلقة. الأسباب الرئيسية لارتفاع حوادث المرور في موسم الاصطياف معروفة، وهي أولا العامل البشري، ونحن خلال هذه الفترة نحاول أن يكون عامل التحسيس كأولوية لدينا خلال كامل فترة موسم الاصطياف، ناهيك عن وجود ورشات أخرى سنفصح عليها لاحقا لتقوم بعمل جبار وميداني للحد من حوادث المرور. موسم الاصطياف الذي تزداد فيه الحركة المرورية وعدم احترام قوانين المرور يقابله مؤشر الخطورة الذي يستوجب وضع تدابير استعجالية للتخفيف من الظاهرة. بمناسبة موسم الاصطياف لسنة 2021، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإعداد خطة أمنية استباقية تتمثل أساسا في احتواء الميدان، وكذلك تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية من أجل إنجاح هذا الموسم، وهذا من خلال إعادة انتشار القوات العاملة ميدانيا، وكذلك تكييف نمط العمل، وكذلك سيتم كذلك إقحام جميع الوسائل المادية العصرية، لا سيما استعمال الحوامات، الفيديو، وكذلك استعمال الدراجات النارية والسكوتر في هذا المجال، لا سيما على مستوى الطرقات، لانه نعرف في الصيف ان شاء الله الحركه راح تكون كبيره، وعلي هذه الخطه الامنيه اللي وضعناها وتشكيل امني سيقوم باحتواء الميدان والتقرب اكثر فاكثر من طرف المواطنين لتسهيل التنقلات. احترام قواعد المرور مع وضع استراتيجيه وطنيه متكامله مبنيه على اسس علميه دقيقه تعد اهم العوامل للحد من معضله اللا امن في الطرقات، للتخفيف من أثارها على الفرد والمجتمع والدولة برمتها.